شو هي الاكسسوارات الضاجة خلال عام 2024؟ شو هي الاكسسوارات يلي بتناسبنا اليوم، بتناسب كل صبية، وخصوصا انه صرنا نشوف الاكسسوارات عم تكون موجودة بكتير امور، عم تكون موجودة على الثياب، على الشنط، كتير من الامور. اليوم رشا في مشاريع كتيرة للسيدات، رح نضوي على مشروع سيدة قدرت تبلش مشروعها بامكانيات كتير بسيطة وتحقق تميز كبير. اكيد هادي مثل ما قلتي، بالاضافة اليوم انه رح نتعرف على الموضة او الالوان. اليوم نحن عم نحكي عن مشاريع متوسطة وصغيرة واللي كانت هي باب رزق لكثير من السيدات وأيضا من الأشخاص، وشفنا ناس كثير بلشت بهذا المشروع وكبر هذا المشروع ووسعت. وأكيد اليوم وسائل التواصل الاجتماعي كان لها الدور الأهم بانتشار هدول القطاع وانتشار الموديلات، بالإضافة للمعارض. اليوم رح نضوي على هي الفكرة أو على هذا المشروع، نعرف اليوم شو هي أهم الصعوبات ورحلة البداية. وأكيد ضيفتنا لليوم هي السيدة ميساء دهمان، وهي من لجنة سيدات الأعمال في غرفة صناعة دمشق. يسعد صباحك ست ميساء وأهلا وسهلا بحضرتك. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيكي. خلينا بداية نتعرف على حضرتك أكثر، أيمت بلشتي مشروعك ولوين وصلتي فيه؟ هلا أنا بلشت مشروعي من 25 سنة وأكثر كمان. كانت البلد لسه ما فيها هالإكسسوارات والأعمال اليدوية. طبعا سافرت كثير لحتى كسبت خبرة، جبت المواد الأول وبلشت مشروعي شوي شوي، وانطلق مشروعي وصار أكبر. بعدين وجهت مشروعي لأنه أشتغل بالأحجار الكريمة وإكسسوارات الألبسة، يعني مو بس إكسسوارات اللي هي حلق وطوار، في شيء اسمه شك وتطريز وأعمال يدوية كمان على الألبسة. بعدها توسعت فيها أكثر وصار عندي معمل ألبسة. بعدها توسعت أكثر بالأحجار الكريمة. هلأ أنا بالأحجار الكريمة يعني بعد حالي أنه شاطحة مرحلة كتير كبيرة، بشتغل بالإكسسوارات العادية والأحجار الكريمة مع الكريستال. حلو، يعطيك ألف عافية. استمساء بداية بدي أسألك، هذا شغلك الأساسي أو بإضافة لشغل تاني؟ هذا قبل كل شيء بلشت أنا بالإكسسوارات. قبل أول خطوة بلشت فيها هي الإكسسوارات، بعدين وسعت شغلي بنظام الألبسة وبالإكسسوارات الأحجار الكريمة. دائما بيقولوا اللي بيشتغلوا بالأحجار الكريمة بيكون حدا ذويق وبيعرف يعني كل حجر شو معناته وقد قيمته. يعني اليوم أكيد استخداماتك لإلهم ما كتير عم تكون يعني بشكل عام، أكيد في قطع فقط، بس يعني اليوم بيلزم أنه نحط لها حجر كريم، صح أو لا؟ صحيح. هلأ أنا اختصاصي بالأحجار الكريمة مع الكريستال، كل شخصية بتناسبها حجر معين. خلينا نتوسع أكثر، في كتير أنماط من الأحجار الكريمة. هلأ أكثر شيء اللي احنا عم نشتغل فيها بالمعارض وخارج المعارض اللي هي نصف كريم بس بنقول له حجر كريم، ولكن الحجر الكريم اللي مثل الألماس وهيك هذا مرتبة أولى، فما فينا نحن نشتغل فيه بالمعارض، ولكن بالأحجار الكريمة اللي هي نصف كريمة عم نتوسع فيها بنمط الذوق. شو السنة مثلا الفيروز لازم كل الناس، أكثر العالم تلبس فيروز، كل سنة إلى حجر معين بيناسب كل شخصية. هو محبب دائما لون الفيروز، قد ايه حلو هايتي، يعني أكيد. بتحسي انه كل الصبايا بيروحوا لهذا اللون. ايه بالضبط، مثل هاد يعني. ايوه يا استلا شو رايك؟ تمام. طيب قبل ما نستعرض الاكسسوارات يلي جايبتيها، خلينا نحكي كيف تعلمتي اليوم اصول هي المهنه؟ هل اخذتي وقت طويل ام لا كانت يعني مرحله سهله وقدرتي تنجزي بوقت قصير؟ قبل كل شيء في رغبه، في هوايه. من زمان الي هوايتي بهذا الموضوع، ويكون عنده الواحد رغبة. طبعا ما في إنسان ما بيجرب وبيفشل وبرد بينجح، برد بتصير عقبات بالشغل. فأنا شوي شوي بلشت ونجحت أول فترة. طبعا دائما بيجيكي عقبة، ما لازم الواحد يستسلم، فلازم يبذل مجهود ويقدر يثبت وجوده، وشوي شوي بيرتفع بيصير ماديا، وكمان نفس الشيء خبرته بتزيد. فالواحد ما انه اكيد اي انسان بيصير في عنده عقبات، ولكن اهم شغله يكون عندك اراده بالتصميم انك انت توصلي لهدفك. طبعا اليوم هيك معنا قطع ميساء جابت لنا قطع كثير حلوه. شوفي هايتي قد ايه حلو، يعني مثل ما قالت هذا اللون الفيروزي، بتحسي انه هذول الاثنين اكثر لونين محببين للناس؟ ايه الحقيقي هو لانه بيناسب اكثر الهي، وهو مسؤول عليه شاكره القلب. ف والله يعني انت بتشتغلي على هي القصه يعني ما بين الطاقه والحجر؟ طبعا. ايه طبعا.
لكان الأحجار الكريمة. هلأ نحن ما عم نحكي بشي حرام لأنه نحن من تراب نرجع للتراب، فهي الأحجار الكريمة كلياتها إما كانت بالبحر أو كانت بالتربة يعني، فهي عتراكم الزمان بتنتج هاي الأحجار. طيب خلينا هيك نحكي شوي عن هدول القطع اللي حضرتك اليوم جايبتيهم معك، نحكي عن قيمت قدي بياخدوا وقت، يمكن شغلهم ما كتير صعب. هلا قبل كل شيء انا في عندي بنات بالبيت قاعدين، مرات كثير بيكون ما عندهم شغل، وبس يكون عندي معرض لانه انا كثير بطلع معارض خارجيه وداخليه، فدائما انا ممكن اني ساوي الموديل وبعطيهم المواد وهن بيشتغلوها. وحتى عم علم هلا بذو الهمم اللي هن ذو الاحتياجات الخاصه، بخلص من تعليم وحده بجيب وحده بعدها، يعني انا ما بعلم اثنين بنفس الوقت، لا فبعلم وحده بس تخلص وتتعلم من ذو الهمم بعلم وحده. التعامل صعب يعني طبعاً بتحسي طبعاً. انه بدهم وقت اكثر، بدهم تركيز اكثر يعني طبعاً طبعاً. ولكن بدهم مثل مجهود اكثر. وقت بتشوفي هذا المجهود اليوم اعطى ثمره قد ايه؟ اليوم انت بتفرحي من قلبك، شيء بكبر القلب وقت بتشوفي انه حدا من ذوي الهمم اليوم عم يقدر ينتج هاي القطعه مثلا يعني. صحيح، وحتى اللي بالبيت البنات وقت اللي بعلمهم يعني بدك بال طويل لحتى تقدري توصلي أكيد. الفكره وتوصلي انه هن، بس اهم شغله يكون عندها هي هوايه او هي حابه انها تشتغل وتكون لها مردودها الشخصي، فاذا ما انت علمتيها وشوي شوي فما بتقدر تكون منتجه بالمجتمع. تمام، عم نشوف مجموعه كثيره من الاساور اليوم يلي اشتغلتيها حضرتك، منين بتستوحي اليوم الافكار؟ منين ممكن تجيبي من الانترنت او ممكن صبايا يوصوكي على الارض الواقع؟ خلينا نتعرف اكثر على هذا الموضوع. هلا في بالانترنت اكيد هو بحر، هلا قبل الانترنت كانت هي هوايه شخصيه وتناسق الوان، بس بعد الانترنت وصارت الموضه معروفه وخطوط الموضه وقت اللي بتطلع باي معرض طبعا انا بعمل سيرش عليها وببحث عنها لحتى اعرف شو هي الالوان المناسبه السنه، شو هي تناسق الالوان. طب شو اللي دارج هلا؟ خلينا هلا الحجر الفيروز قلت لك، واللون الاخضر هلا اخر موضه فلذلك انا لابسه اخضر. ايه ففي ناس بتحب اللولو، في ناس ما بتحب الحجر، في ناس بتحب الكريستال بس بتضيفي له انه شو هي بناسبها من الحجر، في ناس تقول لك لا انا ما بدي هيك ساوي لي هيك، فبساوي له على حسب الاذواق. حسب الاذواق إيه. كل واحد شوفي اهم شغله انك تعرفي الزبون شو بده، فبالنتيجه وقت اللي بتعرفي شو بده بتقدري انت شوي شوي توصلي للفكره تبعه. صحيح. اليوم خلينا هيك ننتقل شوي للمشاركات والمعارض، اليوم تبادل الخبرات، الأذواق، يعني اليوم أنت بجوز تتأثري بذوق حدا تاني وحدا غيرك كمان يتأثر بأي قطعة أنت حابة أو عملتيها، يعني خلينا نحكي اليوم قد إيه عم يساهم هذا الشيء إنتاجياً برفع سوية أي مشروع اليوم عم تشتغل عليه صبية أو حتى شباب، يعني اليوم نحن مو بس عم نحكي إكسسوار، عم نحكي عن مشروع صغير ومتوسط بلش بداية الأزمة على سوريا وزاد هلا كثير، يعني هن كان من باب رزق لصار اليوم هواية وباب رزق أيضاً. هلا بالأساس كان هواية بعدين صار باب رزق، صارت فترة الأزمة في كتير الناس تضررت وحتى أنا يعني أي إنسان تضرر، وقفت فترة معينة المشروعات الصغيرة هي اللي والمتوسطة هي اللي دعمتني لأرجع للمعرض، رجعت للمعارض واشتركت معارض خارجية معهم وداخلية ولهلا أنا بالمعارض، يعني صحيح عندي محلي الخاص بس بالمقابل بهتم بالمعارض أكثر لأنه في شريحة من المجتمع أكبر وبالمقابل بتقدري تنشري بضاعتك عالميا وداخليا، فالمعرض كثير مهم بالنسبه لي، يعني انا بالنسبه لي اهتمامي اكثر من محلي، ليش؟ لانه هو فتح سوق اكبر. طبعا نحن بالشغل الاهم شغله، اهم شغله انك انت تتواصلي مع الزبون، كيف بدك تتواصلي مع الزبون؟ هلا ممكن حط بنت بالمحل ما بتقدر تتواصل مع الزبونه او تعرف هي شو بدها، من خلال المعارض انا بتواصل مع الزبونه بعرف شو هي، شو احتياجاتها، شو حابه، بالمقابل شو ذوقها، بقدر وصل الفكره وقدر ترجم لها على الارض الواقع بالقطعه. ان كان عندي معرض كبير مثلا ممكن اني اعطي للبنات اللي انا مدربتهم انه بيشتغلوا بالبيت وانا اكثر شيء ببيع.
تمام سيدة ميساء، خلال حديثك خبرتينا أنه بتشتغلي تطريز على الثياب. أيه. طيب الصبايا اليوم لما يشوفوا في شك وألوان على الثياب، هل هم ممكن يلجأوا للإكسسوارات الثانية أم بيصير في تعجيق؟ شو عم تلاحظي أكثر الصبايا عم بتصير؟ هلأ هذا مكلف. آه. يعني نحن منحط خرز أو منحط شغلات بسيطة ممكن أنه على الألبسة، ولكن هاي الأحجار هي مكلفة. فإذا بدنا نحط منحط تاتشات كتير بسيطة، لحتى ما تأخذ تكلفة كتير كبيرة. أو بنعمل بروشات مثلا خفيفة لحتى أنه نقدر نزين القطعة بس ما نقدر نتكلفها بشكل كتير كبير. بتعرفي هلا الأسعار كل ما لا عم تغلى، فما بنقدر. يعني هلا في شغلات احنا بنعملها دائما بندرس السوق بشكل انه ما يكون سعره كتير عالي، بشكل اي وحده تقدر حابه تشتري قطعه انها تشتريها. اكيد. طيب ست ميساء، حضرتك عضو بلجنه سيدات غرفه صناعه دمشق، وهذا الشيء اكيد اعطاك شيء بعملك بمجال عملك، دعمك. طبعا. اشرحي لنا اكثر عن هاي العضويه. والله طبعا هنن دعمونا بالمعارض، طبعا صنع بسوريا هنن اول معارض اللي عملوها داخليه وخارجيه. يعني أنا اشتركت معهم، اشتغلت مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبشتغل من معارض كمان تكون خاصة خارجية وداخلية. لا غرفة الصناعة دعمتنا كتير بالمعارض، قدمت تسهيلات. أي طبعا قدمت تسهيلات إن كانت بالمحافظات ولا إن كانت خارجية. يعني كان من فترة عنا هلأ في بالعراق، يعني ممكن انه الواحد ينشر بضاعته اكثر، وممكن كان الواحد يساهم انه على الاقل يصير مردوده اكبر. طيب اليوم المشاركه بالبازارات والمعارض قد ايه عم تساهم اليوم بعرض هي المنتجات؟ والله هي اكيد قلت لك، يعني انا بمحلي ما كثير عم بداوم اكثر ما هو المعارض، لانه احتكاك مع الزباين ان كان خارجي ولا داخلي، فالمعارض كثير مهمه والبازارات. المشكلة انه هي عم تكون ايامها كتير محدودة، فمن هون ما الناس تعرف بالمعرض عم يكون خلص المعرض، فلحنا دائما بنقول لهم زيدوا لنا الايام اكثر لحتى نقدر نستفيد اكثر والزبون يعرف انه في معرض. ليه ما بتكون عندكم حملة اعلامية قبل، يعني ان كان على وسائل التواصل حتى عم يكون حملة اعلامية، بس يعني عم بتصير انه الفترة كتير قليلة، يعني ثلاث ايام ما بتعمل شيء بالمعرض. طيب كيف اليوم انتم كحرفيين بتروحوا لهي البازارات والمعارض، كيف بتم الاشتراك اليوم كرمال اي حدا عم يشوفنا يعني كمان نستفيد من هاي المعلومه؟ يعني طبعا نحن معنا هويه الحرفيه، فبيكونوا هنين عاملين مع الحرفيين معارض منسجل عليها، في منا كثير مدعومه بتكون بدون، طبعا اكثر مع الحرفيين هي فري بتكون ما فيها دفع، فبيعملوا معرض. عملنا معرض بالآداب كتير كان حلو لكل الطلاب. بدك يكون أهم شغلة السعر مناسب للطلاب لحتى تقدري الناس كلها تشتريها. وكيف كان اهتمام الطلاب وإقبالهم؟ والله حلو. حلو. ايه حلو. بس ما عم قلك يعني الأساس لحنا انه انت ما بدك ترفعي السعر وتربحي قليل او يعني تكون فمش عن هيك ما يقدروا كل الطلبة انها تشتريها. تمام. وبصير انا يعني عندي صفحتي بيتواصلوا معي على الصفحة، بيجوا لعندي على المحل، عندهم طلبات كتير خاصة بساوي لهم اياها، فبصير تواصل مع الزبون ان كان طلبة ولا ان كان حاجة. واليوم يمكن عم شوف كتير من السيد والصبايا عم يلجأوا لمشاريع الهاند ميد، مشاريع الاكسسوارات عم نشوفها بشكل كتير كبير بالفترة الأخيرة. اليوم مشروعك شو اللي بيميزه أو بيفرده عن هي المشاريع الموجودة؟ هلا انا المتميزه بالاحجار الكريمه والكريستال. يعني انا بشتغل غير الاحجار الكريمه بس كتير قليل، ولكن بالاحجار الكريمه انا صار لي 25 سنه فيها، فانا بعرف شو المناسب. يعني شو المناسب لك الحجر. سافرت كتير معارض خارجيه، فرنسا، اسبانيا، يعني الصين، الهند. يعني يا ميساء يعني حيرتيني، كل شوي بغير الموديل بقول هذا احلى شيء، كله احلى شيء. ان شاء الله مقدميه حبيبتي. هلا خلينا هيك بس نحكي، ذكرتي الاحجار الكريمه ودائما نحن بنعرف وهذا علم مثل ما ذكرتي حضرتك انه كل حجر بيناسب شخصيه معينه من الناس. يعني اليوم انت على اي اساس بتستندي كونك انت اختصاصك فقط بالاكسسوار؟ هلا اهم شغله هدول الاحجار كلياتهم مناسبين لانه لكل شخصيه.
ليش؟ لأنه هدول ما بيجوا من الألماس مثلاً أو ما بيجوا من هي الحجر الكريم المرتبة العالية، هذا نصف كريم. يعني في عندك 7 شاكرات، والشاكرات اللي هن مسؤولين عن الجسم أصلاً قبل الإسلام، يعني عفواً قبل من زمان كانوا يعالجوا بالأحجار الكريمة. أي واحد عنده وجع بيحطوا له الحجر بيمتص الطاقة السلبية، هو الآلام كلياتهم والأمراض بتجي من الطاقة السلبية، فبيسحبوها تسحبها الحجر. فالأحجار الكريمة يعني مثلا العقيق، كل الناس بتحب العقيق بستي وستك دائما. طيب انت كيف تعرفي انه انا هاد بناسبني هاد بناسب هايدي؟ يعني انه على البرج، البرج ايه اللي لان الحمل كثير بناسب العقيق. العقيق الازرق ما لا العقيق اللي ايه ها كل اللي برج الحمل خلص هذا البناسب ايه بناسبه هو بناسب لانه هو مسؤول عن شاكرة القلب، عرفتي؟ هو حجر الحب. بدك تحبي حجر الحب؟ ايوه الاحلام قد ايه بحاجته رحنا هذا الحجر هالايام، يعني شايفه كثروا منه قد ما فيكم يعني. فكل حجر بس بالنتيجه هو حتى لو لبستيهم كلهم في بيعطيكي طاقه، ما انه ما بيعطيكي طاقه، بيعطيكي بياخذ كل شيء سلبي وبيعطيكي. في حجر السعاده والسرور، في ناس تلاقيها دائما هيك مكتئبة. وين حجر السعاده؟ ايه هو الاماتيست او اسمه جيمشيت. ما هذا حجر بلا في لو الموز شجعتينا منه. هاد ايه هاد السعاده ايه هذا اسمه جيمشيت او اماتيست. هذا الحل ايه هون على فكره بيعطيكي طاقه ايجابيه بالفرح والسرور وبياخذ كل شيء سلبي منك. تمام. طيب قد ايه غلط اليوم نحن نلبس اكسسوار بشكل عشوائي؟ يعني ذكرنا انه كل صبيه ممكن يلبق لها شيء معين، اذا عم نحكي عن اساور حسب الايد رفيعه او عريضه، حسب اذا كانت الرقبه طويله، قد ايه هي التفاصيل يمكن قديش صغيره بس يمكن لازم ننتبه لها، بتعطي يمكن اذا اخترنا بشكل صحيح بيصير اللوك احلى. بالضبط. هلا بس شوفي كل واحد بيحط ايده على حجر هو بحبه فمعناها بيجلبه او بيجذبه، فما بالضروره انه هو الحجر يعني هو كل شخص بيحب الحجر راسا. انت حطيتي ايدك على عقيق فورا بجد عليه سبحان الله يعني ايه. بس بالنسبه انه تكون وحده رقبتها طويله بتحب عرفتي كيف، هاي كلياتها قياسات والمفروض انه تنتبه للست لانه هي اللي بتعطيها جماليه. او بتنصحي السيده ولا لا خلص بتركيها تاخذ على ذوقها؟ هلا انا بنصحها بس اذا ما سمعتني هي هيك حابه فمشكلتها. هيك ذوقها يعني ما بقدر افرض عليها. أكيد. بس انا بنصحها الا الافضل خدي هيك وهيك، هدول الحجرين بيناسبوكي خدي هيك. فهي اذا ما بدها، في ناس كثير يعني انه هيك انا حابه خلص اوكي مثل ما بدك. الخاتم اللي بايدك شغلك سميساء الحجر؟ ايه. معلش نشوفه بعد اذنك. هلا ها وخلينا هيك نحكي اليوم لكل سيد اليوم حابب يتبلش هذا المشروع. ايه هذا عقيق بعد اذنك تفضل. اوه قلتي لي بيناسبني الحقيقه. لا طيب. حلو. كنت عم اسالك عن هيك كل سيدة اليوم حابة انها تبلش هذا المشروع الصغير اللي هو باب رزق واللي هو هواية وشغف مثل ما بيقولوا. نعم. في كثير بيفشلوا من خطوة بيبطلوا انه انا هذا اكبر غلط. انا فشلت خلينا كتير. هيك نقدم نصائح من خلال خبرتك لكل حدا. هلا انا فشلت كثير وخسرت مصاري كثير وتعبت كثير ما وصلت لهون يعني الا طبعا عبر زمان وتعب وكثير قدمت يعني شو بدي اقول لك تضحيات بوقتي ببيتي باولادي بس بالمقابل عندي هدف بدي يعني اوصل له. اليوم على هاي الرحله اي طبعا رضيانه وكثير الحمد لله. خسرت مصاري كثير وكلياتنا خسرنا بالازمه بس بالنتيجه رجعت وقف على رجلي ورجعت اقدر اقدم لنفسي ورجعت اشتغل عادي ابدا الحمد لله. نحن بنتمنى لك بدورنا كل التوفيق ونشوف اسمك بمعارض على المستوى الدولي مو بس على المستوى المحلي ونشوفك هيك مثل ما بيقولوا باجمل حالاتك. يومك حلو. اهلا وسهلا فيكم. شكرا كثير لكم. اهلا وسهلا بالختام السيده ميساء دهمان. اهلا وسهلا فيكي نورتينا وان شاء الله كل التوفيق بمشروعك. اهلا وسهلا شكرا لكم.